أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستكمل هذه التغطية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي أبرز عناوين هذه التغطية للساعة المقبلة. في موقع الانفجار الذي وقع في منطقة بابانيار، وبابانيار طبعا معروفة هي العربية ترصد آثار الدمار في محيط مبنى التلفزيون الأوكراني غداة القصف الروسي. النازي برج الاتصالات الذي ونبدأ أعزائي المشاهدين بهذه المشاهد الحصرية لقناة العربية من العاصمة الأوكرانية، فقد رصد مراسل العربية في كييف حجم الدمار الذي لحق بمبنى التلفزيون الأوكراني والمناطق المجاورة له بعد استهدافه من قبل القوات العسكرية الروسية، مخلفا 5 قتلى وعددا من الجرحى. ما زال جزء منها موجود في الأرض كما تشاهد معي في الصورة. أيضا يمكنني فقط أن أنقل لك حجم الضرر هنا في هذه المنطقة. يوجد أيضا ما زالت هنا دماء بشرية، ما زال يعني من هذا الحادث. طبعا كان هنالك 5 قتلى و5 جرحى كولا سودا. ترى هذه سيارات لموظفين يعملون هنا في هذه المنطقة عندما حدث الانفجار. وإلى كييف مباشرة ومراسل عربية حذيفة عادل. حذيفة، أهلا وسهلا بك، جديد المشهد من عندك، وكيف يمكن وصف آخر التطورات؟ حذيفة هل تسمعني؟ أنت على الهواء مباشرة. لنعود إلى حذيفة فور جهوزه. هو بالطبع في قلب العاصمة الأوكرانية كييف، يتابع هذه التغطية وقد رصد لنا أثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على عدد من المراكز الحيوية، تحديدا مبنى التلفزيون الأوكراني. هذا وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث لمعلومات جهازها للاستخبارات العسكرية، إن مكاسب روسيا على الأرض خلال 24 ساعة الماضية كانت محدودة. وأشار التقرير إلى أن روسيا واصلت ضرباتها الصاروخية والجوية بقوة على العاصمة كييف ومدينة خاركيف. هذا فيما وصف وزير الدفاع البريطاني بن والوس العملية العسكرية الروسية بالمتأخرة في تحقيق أهدافها، وأوضح أن روسيا غيرت تكتيكاتها العسكرية على الأرض، متوقعا أن تزداد ما وصفه بوحشية بوتين حسب تعبيره، ومعبرا عن خشية لندن من أن يصبح قصف المدن الأوكرانية أكثر سوءا. هذا وقال الجيش الروسي إنه سيطر بالكامل على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير أكثر من 1500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العمليات. وأضافت الوزارة أنها دمرت 47 مقاتلة أوكرانية على الأرض. مدينة خيرسون التي وصل الجيش الروسي إليها تقع جنوب البلاد وشمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. أعزائي المشاهدين، كان الجيش الروسي قد استولى على المدينة الساحلية الرئيسية الأخرى في أوكرانيا وهي بيردانيسك، ويهاجم في الوقت الراهن ماريوبول وهي مدينة مهمة واستراتيجية. حذيفة عادل معي الآن من قلب العاصمة كييف. حذيفة أهلا وسهلا بك، أرجو أن تكون تسمعني. يعني الصورة من ورائك أكبر تعبير يعني عن حجم القصف والدمار الذي تعرضت له العاصمة كييف. أولا أعطي الكلمة لك والميكروفون لك لتشرح لنا ما أثار هذا القصف وجديد المشهد الميداني. نعم أهلا بك. في الحقيقة أنا الآن في المكان الذي تم قصفه بالأمس، وهذا المكان هو في مبنى التلفزيون الأوكراني، وتم القصف في التلفزيون، وأيضا هنالك بعض القذائف التي أصابت المحيط للتلفزيون الأوكراني. طبعا قطعت الإشارة عن التلفزيون وتضرر المبنى الرئيسي الذي هو في هذا الاتجاه كولا مش بكزات في هذا الاتجاه. هنا كما ترى وتشاهد هذه هي هذا برج الاتصالات، وأيضا بالقرب منه المبنى الذي فيه المعدات الأساسية للتشغيل للتلفزيون الأوكراني والذي تم تدميره بالكامل. أما هنا حيث أقف الآن
في هذا المكان. هذه يعني مباني يعني مدنية عادية، هي مكاتب للعمل، وهذا معرض للأدوات الرياضية الذي تضرر بشكل كبير، وفي الأعلى يوجد صالة للألعاب الرياضية، وهنا على اليسار هذا المبنى الأحمر هذا عبارة عن محل لخدمات السيارات، وهذا المبنى أيضا تضرر بشكل كبير. بإفادة الجنود الذين وجدناهم هنا من الجيش الأوكراني، والذين قالوا أن القذائف لم تكن قذيفتين وإنما كانت أربعة، الأولى وقعت هنا في هذا المكان أو بالقرب منه، وأيضا هنالك ثلاث وقعوا داخل مباني التلفزيون في الداخل. قال أنه هناك في الداخل لم يكن موجود عدد من المواطنين أو من الموظفين، لذلك لم يتضرر الكثير من الناس، ولكن هنا في المنطقة التي فيها مدنيين تضرر عدد كبير، حيث أن قتل 5 أشخاص هنا وأصيب 5 آخرون جراء هذا الانفجار. يمكنك أن تشاهد معي حجم الضرر الآن في هذا المكان. وأيضا هنا قال لنا أيضا أحد الجنود أن على اليمين هذه، نعم على اليمين أقول بكزيتام ستوب على اليمين، إن هذه بقايا القذيفة هناك في هذا المكان، كما تشاهد أن هذا بقايا أحدى القذائف التي أصابت هذا المكان. وأيضا سأتجه في هذا الاتجاه لأريك أيضا بقايا أيضا بعض القذائف التي وقعت هنا. طبعا هنا أيضا وقعت بالقرب من المبنى، يعني ليس فقط على الطريق الرئيسي. بكزي بجالست كولا تشتاستالس ات ركيت دا 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 يعني انا بس اوجه المصور ان يتجه الى بقايا القذيفه الاخرى التي اصابت المبنى مباشره في ذلك الاتجاه. يا بكزي تام نعم طبعا بشكل عام ميدانيا هنا في العاصمة كييف منذ الصباح وحتى هذه اللحظة يعني نشهد هدوء نسبي، وهنالك حركة للمواطنين كما تشاهد. هذه بقايا القذائف، نعم هذا جزء، وهنا يمكن أن تشاهد هذه الأجزاء، هي هذه بقايا القذائف هنا في هذا المكان كما تشاهد. هذه بقاياها نات بسيبكجي، سأريك حتى المكتوب عليها. نعم بكجي نات بس حتى المكتوب عليها ستشاهده هنا. هذه بقايا القذيفة أيضا بكجي زيس بجاوستا، نعم هذه كلها بقايا للقذيفة التي أصابت هذا المبنى. نعم الضرر واسع هنا في هذه المنطقة. أما ميدانيا فنحن نشهد في الساعتين أو الثلاث ساعات الماضية هدوءا نسبيا في العاصمة كييف، ولم نسمع عن أي قتال في أي نقطة من النقاط. هنالك انتشار واسع وكبير جدا للقوات الأوكرانية وأيضا للقوات الشعبية، قوات المقاومة الشعبية هي تنتشر وتضع الحواجز وأيضا تفتش السيارات وتسأل عن الأوراق الثبوتية، ونراهم مستعدين خاصة في الكباري أو الجسور المختلفة داخل المدينة. طبعا يوجد عدد من الجسور، كثير من الجسور، ليس فقط التي يمكن عن طريقها عبور النهر، ولكن هنالك جسور يعني من منطقة إلى منطقة. أيضا في هذه المناطق نشاهد انتشار كبير جدا وواسع. طبعا بشكل عام يعني نلاحظ التوتر على الجميع، سواء كان القوات سواء كان المواطنين العاديين، فدائما ما يتم سؤالنا خاصة نحن الصحافة، يعني ليس كالظروف العادية، دائما ما يتم سؤالنا ودائما ما يتم التثبت من أوراقنا، حتى من المواطنين المدنيين يسألوننا عن أوراقنا ويسألوننا عن ما الذي نفعله، فهم طبعا متوترين. يعني أنا أترك الكاميرا وأتركك تتحدث لأنه المشهد يعني يحتاج إلى مثل هذا التعليق منك، ولكن القصف على مبنى التلفزيون وهذه الأهداف الحيوية تم عبر سلاح الجو أو بصواريخ موجهة، ثم المعلومات المتواترة عن أن كييف محاصرة من كل الجهات من قبل القوات الروسية، إلى أي مدى هذا دقيق حذيفة؟ عفوا أنا آخر حديثك لم أسمعه، يعني سألتني عن سألتك عن طريق الجو أو موجهة، ومن ثم هل صحيح المعلومات المتواترة عن أن القوات الروسية تحاصر العاصمة كييف من جميع الجهات، بمعنى أن كييف ساقطة عسكريا أم لا؟ هذا الكلام غير دقيق.
نعم، أبدأ بمسألة القصف، وهي موجهة وليست عن طريق الطيران، وإنما هي عبارة عن صواريخ موجهة بحسب الإفادات التي يعني استطعنا الحصول عليها. أما بخصوص كييف فنعم، كييف محاصرة من جميع الاتجاهات، وهذا بإفادة طبعا السلطات نفسها وبإفادة بعض يعني الأشخاص الذين يعملون في القوات النظامية الذين نتحدث إليهم ونسألهم، يخبروننا أن الكييف محاصرة من جميع الجهات. وطبعا هنالك حديث عن أن القوات هي على بعد 20 أو 30 أو 35 كيلومترا، ولكن في الحقيقة هم أقرب من ذلك بكثير جدا بكثير بحسب الإفادات التي نحصل عليها. وما يصدق ذلك القتال القوي الذي يحدث في يربين منذ 3 أيام. يربين هي منطقة من داخل المدينة يمكنك الوصول إليها في 45 دقيقة، هذا من داخل المدينة وليس من أطراف المدينة، فهي قريبة جدا وتشهد قتال قوي. وأيضا الضفة الشمالية في المدينة أيضا تشهد قتال قوي، فهذا يؤكد أن القوات هي أقرب من ذلك. طبعا تشاهد هنا الدماء، يعني بحسب الإفادات كان هنا قتيل، وأيضا في ذلك الاتجاه كان هنالك قتلى. ف يعني هنا تضرر 5 مدنيين من الذين كانوا يعملون هنا. دائما حذيفة يقال دائما تعرف أنه الحقيقة والمدنيون هم أولى ضحايا الحروب. على كل حذيفة أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، على هذه الصور الحصرية، وعلى هذه التغطية المميزة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. أتركك لترتاح قليلا. حذيفة عادل من العاصمة الأوكرانية كييف. هذه أعزائي المشاهدين مشاهد منذ ليلة أمس أو أول من أمس لدخول القوات الروسية خيرسون الليلة الماضية. إذن الليلة الماضية، هذه مشاهد من الليلة الماضية لدخول القوات الروسية مدينة خيرسون، وقد استولت عليها تماما حسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية أنها تسيطر بالكامل على هذه المدينة الاستراتيجية والمهمة جدا في أوكرانيا. إذن مشاهد لدخول العربات العسكرية المؤللة للقوات الروسية مدينة خيرسون الليلة الماضية. هذا ونقلت تقارير صورة لقصف روسي قالت إنه استهدف قاعدة عسكرية أوكرانية في مدينة ديوزيرني من دون أن توضح مزيدا من التفاصيل. إلى ذلك قرر البنك المركزي الروسي عدم التداول في بورصة موسكو اليوم، ومن المرجح أن تشهد بورصة موسكو اضطرابات على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد العملية العسكرية على أوكرانيا آخرها اليابان والولايات المتحدة. معي من كييف الآن المستشار في وزارة الخارجية الأوكرانية السيد هشام أبو غنيم. السيد هشام أهلا وسهلا بك إلى هذه التغطية من قناة العربية. أولا، هل كييف محاصرة تماما وكيف هي الأوضاع على الأقل ما يتواتر إليك من معلومات؟ يعطيك العافية سيد طالب. بالنسبة لمحاصرة كييف، كييف مش محاصرة، في عدة مطارح، يعني بدي أقول لك 30 كيلومتر 40 كيلومتر محاصرة مضبوط، بس في كتير خبريات بتطلع وكتير مش مزبوطة. كانت الوضع كتير رايق هاليومين بالمرة وكذا، بس الليلة تبع امبارح ما هدي القصف كل الليل، وفي مدينة صغيرة حوالي كييف اسمها إربين، يعني كانت الأول شيء عم بيضرب المراكز العسكرية، قالت العالم يلا أوكي ما مشكلة، بس اللي صار امبارح عم بيضرب المدنية بإربين، دمار كتير حوالي كييف. في مدينة صغيرة كمان اسمها برافاري كمان انضربت امبارح، يعني قصف الله أكبر كتير، يعني كل المدنية عم بيدقوا بالمدنية، يعني ما يعني مفكر حالنا بأيام حرب لبنان، لا حرب لبنان ماشي قدام اللي عم بيصير بأوكرانيا هلأ. أستاذ هشام، كم تبعد القوات الروسية عن مركز العاصمة إذا كان لديك أي معلومات، فقط لنشرح للمشاهدين؟ ثم حجم النزوح من العاصمة كييف كيف يمكن وصفه؟ هل توقفت عمليات النزوح أم لا؟ يعني بعد في كثير من المدنيين آثروا البقاء في العاصمة. في كثير مضبوط ضلوا بالعاصمة ما طلع، بس في كمان نزوح كثير. بس بالنسبة لل
القوات الروسية اللي حول العاصمة، ما فيك تقول قديش لأنه في من كييف كبيرة، في كتير عدة ما دخل على كييف، في مطارح 30 كيلو، في مطارح 40 كيلو، بس أنه مش مطوع كييف مثل ما عم بينحكى، كييف مش مطوع أبدا، في 3-4 مطارح، أوكي في من ميلة إربين لأنه كان في مطار عسكري هونيك بإربين، انضرب هذا من أول ما انضرب هذا المطار عسكري، لأنه المطار في معمل للأنطونوف أكبر طيارة بالعالم هي بهاي المدينة، انضربت هذه أول ما انضربت بأوكرانيا، ضربوا هذا المطار العسكري، هذه من ميلة إربين. من ميلة تشيرنيغا بعد لحديت هلأ بحدود 60 كيلومتر، يعني مش مثل ما عم بينقال 10 و 15 كيلو و 20 كيلو، مش مضبوط الحكي ابدا. من ميلة الباريس بل كمان من ميلة خاركوف بعد ما من اتجاه خاركوف كييف ما في حدود بالمره، يعني بعد بعاد كثير بحدود ال 400 كيلو، يعني مش هالحكي اللي عم بقول مطوع كلها و 20 كيلو و 30 كيلو، مش مضبوط الحكي بالمره. كييف مدينه كبيره ولا ممكن تتطوع يعني مثل ما بينقال. طيب استاذ هشام، ماذا عن المواد الغذائيه الاستشفائيه، الماء، الكهرباء، هل ما زالت مؤمنه على العاصمه؟ لحد هلا كل شيء مؤمن، بعدنا لحد هلا الانترنت شغال، الاكل موجود، بنزين موجود، كل شيء موجود، الصيدليات موجوده وكله عم يشتغلوا تقريبا للساعه 5، بس كل شيء موجود، ما انقطع شيء ابدا 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 لحد هلا. هل يمكن التأكيد أن الرئيس زيلينسكي ما زال في كييف؟ لأنه في معلومات متضاربة، يعني البعض يقول أنه لا هو خارج البلاد، البعض يقول لا أنه هو ما زال في العاصمة كييف. الرئيس زيلينسكي بعيد عن بيتي 300 متر، وأنا مبارح فتت وكنت واقف حده، أنا مبارح شفته وكنت واقف حده وبعده بمكتبه لحد هلأ، مكتبه بعيد عن بيتي 300 متر، وبعده وإن شاء الله ما بفل، وإن شاء الله ما حدا بفل. في الكلام الروسي عم العالم فلت من زمان. في كلام بيقول أنه في مساعي روسية، يعني وفي مساعي لتسليم المدينة دون مقاومة أو قتال، كيف تعلق على هذا الكلام؟ حكي. هيدا كله حكي بحكي، ما ولا مظبوط موجود. هلا اللي ناطرينه نحن وللعالم، يعني مش انه انا بس، بالنسبه للمفاوضات، لانه اذا المفاوضات بده يطلع منها شيء رح يتكمل فيها، اذا بده تضل حكي تضيع وقت والعالم بقى. هن كانوا قاعدين بالاجتماع من يومين، كان القصف شغال، يعني شو جدوى هالاجتماع انا ما عم بفهم. هلا بده ينحطوا عم ينحكى، اذا بده يكون في اجنده مضبوطه لهيدا الاجتماع اوكي بده يتكمل، اذا لا بعتقد قلته أحسن من وجوده. من كييف المستشار في وزارة الخارجية الأوكرانية هشام أبو غنيم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعلنت ويكيبيديا بالنسخة الروسية أن السلطات الروسية هددت بحظر الموقع باللغة الروسية بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا، وقد تم نشر صورة لإخطار من جهة تنظيم الاتصالات الروسية لإبلاغها بتهديد من جهات ادعاء بالدولة بحظر الموقع على خلفية مقال باللغة الروسية بعنوان الغزو الروسي لأوكرانيا. والجدير بالذكر أعزائي المشاهدين أن موسكو تستخدم مصطلح عملية عسكرية خاصة لوصف حملتها، قائلة أنها تريد نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمن روسيا. طبعا مستشار الرئيس الأوكراني في خبر عاجل يقول نحتاج للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات مع روسيا قبل استئنافها، إذن لا استئناف للمفاوضات بشكل أو بآخر قبل الاتفاق على جدول الأعمال. هذا وأعلنت شركة تويتر أنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها على وسيلتي الإعلام الروسيتين RT وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ. أما خارج الاتحاد الأوروبي فقالت تويتر أنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هاتين الوسيلتين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية على التغريدات منهما. إلى موسكو ومراسلة العربية كاتيا طعمي. كاتيا، قبل أن أسألك عن آخر المواقف والتطورات سواء على المستوى السياسي أو العسكري، هل من معلومات عن استئناف المفاوضات الأوكرانية الروسية في بيلاروس من عدمها؟ هل توضح يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود في محادثات أم لا؟ صباح الخير.
صباح الخير طالب. منذ قليل كانت قد قالت وكالة إعلامية روسية بأن المفاوضات قد تعقد اليوم مساء، ولكن في وكالة انترفاكس الروسية كانت قد قالت أن هذه المحادثات ستعقد في نهاية الأسبوع، وذلك بسبب أن الوفد الأوكراني لا يستطيع الوصول بسبب أسباب لوجستية الوصول في الوقت المناسب إلى مكان المحادثات الذي سيعقد على الحدود البيلاروسية البولندية. الجانب البيلاروسي منذ قليل كان قد قال أن جميع التحضيرات والاستعدادات لاستقبال الوفدين من أجل عقد جولة جديدة جاهزة في بيلاروسيا، وهم بانتظار الوفدين. ولكن الجانب الأوكراني كان قد قال أنه لن يذهب إذا لم تكن هناك أجندة واضحة لهذه المباحثات. طبعا الرئيس البيلاروسي كان أيضا في وقت سابق قال أن هناك تصريحات الغربية هي التي تؤثر على سير عملية المباحثات بين الجانبين. الكرملين في وقت سابق قال أيضا أنه من المبكر الحديث عن لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني من الآن. هذا كان هو إجابة على سؤال فيما إذا هناك إمكانية لعقد لقاء في على خلفية هذه المباحثات التي تجري بين الجانبين الروسي والأوكراني طالب. طيب، أريد أن أتساقط بعض المعلومات إذا كان هنالك ردود فعل من السلطات الروسية. أولا، الرئاسة الأوكرانية تحدثت اليوم على أنه حصيلة العمليات العسكرية الروسية، بمعنى أنها كبدت القوات الروسية خلال 6 أيام 6,000 جندي روسي قتلوا. هل من معلومات من الجانب الروسي من تأكيدات عن هذا الكلام أم لا؟ يعني السلطات الروسية تنفي تماما كل هذه الأرقام. السلطات الروسية هي لا تنفي، هي تتجنب الحديث بتفاصيل عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف الجنود الروسي. هي لم تنفي أن هناك قتلى بين الصفوف، ولكن هي لم تقل ما هو العدد الذي سقط، ولكن هي تحاول أيضا عن طريق كما فعلت يوم أمس وزارة الدفاع قامت بقصف المبنى الإذاعي الذي يبث في أوكرانيا بجانب العاصمة كييف، بالإضافة إلى قصف مركز الدعاية والدعاية النفسية من أجل كما قالت إيقاف هذه الدعايات التي توجه ضد القوات الروسية. والمعلومات المزيفة حول وقوع سقوط قتلى أو عدد كبير من القتلى في صفوف القوات الروسية، الآن هناك قانون يتم دراسته في مجلس الدوما. هذا القانون طبعا يحق له فيما بعد محاسبة وسائل الإعلام التي تبث معلومات مزيفة وغير، طبعا هي يجب أن تكون المصادر فقط كما تقول روسيا المصادر الرسمية الحكومية حول عدد القتلى في صفوف القوات الروسية، بالإضافة المعلومات المزيفة حول أن القوات الروسية تقوم باستهداف المدنيين في أوكرانيا، لأن جانب روسي كان قد أكد أكثر من مرة أن القوات تقوم فقط باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش الأوكراني ولا تستهدف المدنيين. اتهمت طبعا الجانب الأوكراني بأنه يقوم باستخدام المدنيين كدرع إنساني في وجه القوات الروسية طالب. كاتيا، طيب، أعضاء من الكونغرس الأمريكي أكدوا بالأمس ليلا أن الأسلحة الفتاكة وصلت من حلف الناتو، من عدد من دول حلف الناتو إلى الجيش الأوكراني. هل من رد فعل روسيا على هذا الكلام؟ وهل توضح كيف ستتصرف روسيا إزاء هذا التطور؟ يعني هنالك أسلحة فتاكة تصل إلى الجيش الأوكراني لمقارعة ومقاتلة القوات الروسية. هل تقول موسكو كيف ستتصرف وترد؟ هي لم تقل روسيا كيف ستتصرف، وفي كما جرت العادة هي تتصرف بالمثل، ترد بالمثل. كانت قد حذرت منذ يومين الخارجية الروسية بأن إرسال الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا ستتحمل نتائجه الدول التي تقوم بإرسال هذه الأسلحة. يوم أمس وزير الخارجية الروسي كان قد قال أن البلاد لا تزال مفتوحة على حوار استراتيجي لنزع الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وقال أن الأراضي الروسية لا يوجد مثل هذه
الصواريخ على الأراضي الروسية، أيضا دعا إلى سحب الترسانة النووية الموجودة في الأراضي الاتحاد الأوروبي. طبعا هي حذرت روسيا من مغبة تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، بالإضافة ذلك كان الرئيس زيلينسكي نفسه قد دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون، بالإضافة لذلك دعا القوات الأجنبية للمشاركة في الدفاع أو في الوقوف في وجه القوات الروسية للمشاركة بالقتال إلى صفوف القوات الأوكرانية. إذن لا يوجد هناك خطة واضحة حتى الآن من الجانب الروسي. الجانب الروسي يعلن فقط أنه قام بتحقيق نجاحات طبعا وفقا لخطة وضعها. التقدم الآن اليوم كان قد أعلن أنه سيطر بشكل كامل، طوق عفوا مدينة مايروبل، وأن الأعمال القتالية الآن جارية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين من إقليمي دونيسك ولوغانسك الانفصاليين. هل فعلا سيطرت القوات الروسية تماما على مدينة خرسون وفق معلوماتك؟ نعم، الدفاع قالت اليوم أنها تم السيطرة الكاملة على مدينة خرسون بشكل كامل، وأنها الآن البنية التحتية هي تعمل كما كل يوم، لا يوجد أي مشاكل، تعمل بشكل طبيعي. كما قالت الدفاع الروسية أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية. السكان المدنيين المتواجدين هناك يعيشون بحالة طبيعية، والقوات الروسية تقوم بحماية هذه البنية التحتية للمدينة من الدمار. إلى ذلك أيضا كما قلت، كانت يوم أمس قد قال الانفصاليون أن مدينة خرسون كانت قد طوقت أو تم زرع ألغام من جانب القوات الأوكرانية، ولكن كما اليوم قالت الدفاع أنه تم السيطرة بشكل كامل على هذه المدينة طالب. نعم، من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمي، دائما شكرا جزيلا لك كاتيا على كل هذه المتابعة وهذه المعلومات. وأعزائي المشاهدين، مع استمرار التصعيد أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو أنه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا. وقال لوكاتشينكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي أن مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونيتس تؤمن حاليا الحدود بين البلدين. يأتي ذلك بعد أن أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم تشنه عليها بيلاروسيا المجاورة. وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهب قصوى، وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا. معي من موسكو الآن لمزيد من المتابعة والتحليل الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية. دكتور باسل، أهلا وسهلا بك. حتى الساعة كيف يمكن تقييم العملية العسكرية الروسية؟ يعني الغرب يقول إنها متعثرة متباطئة، لا، موسكو تقول إنها ناجحة بامتياز. وفق المعلومات المتواترة لديك والتقييم، هذه العملية تعتبر ناجحة أم فاشلة حتى الساعة، أم متعثرة، أم أي وصف يمكن إعطاؤها؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. في الواقع أعتقد من المبكر الحكم على نتائج أو سقف زمني لهذه العملية العسكرية لعدة أسباب، لعل أبرزها نحن نتحدث عن مساحة جغرافية شاسعة جدا، مئات الكيلومترات تفصل بين المدن، وأيضا هناك عدة محاور من أكثر من جهة، وأيضا حتى الآن من غير الواضح تماما ما هي الخطة العسكرية. هل هي تطويق مدن وفصلها عن بعضها البعض؟ هل تشكيل حزام مثلا يفصل تماما أوكرانيا عن البحر الأسود وكامل حدودها مع روسيا؟ هنا أقصد بعد الجمهوريات التي أعلنت روسيا الاعتراف بها صعودا الى بيلاروسيا، ام تطويق ايضا العاصمه والزحف اليها من كل المحاور التي سبق
تطبيقها، كل هذه الأمور غير معروفة حتى الآن. وكما قلت المسافة الشاسعة التي تفصل بين كل المدن وبين كل المحاور أيضا تجعل من الصعوبة تقييم هذه العملية. كذلك يمكن النظر إلى طبيعة تحركات الجيش الروسي عندما تعرض قوافل لعشرات الكيلو مترات، قوافل للمدرعات والدبابات، يعني أن هناك استعداد لعملية عسكرية طويلة وهي مرتبطة أعتقد بشقين، شق مصغر متعلق فقط بأوكرانيا وهذه ستظهر نتائجها ومآلاتها بعد أن يتم محاصرة المدن التي ما زال جاري تطويقها بما فيها العاصمة. الشق الأبعد والمتعلق بأساس المشكلة مع الغرب، مع الولايات المتحدة الأمريكية حلف الناتو، عندما تقترب القوات الروسية من الحدود الغربية لأوكرانيا، الحدود المجرية البولندية الرومانية، هناك أيضا ستتوضح مآلات هذه العملية العسكرية حول المستوى الأبعد من جغرافيا أوكرانيا. دكتور باسل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، سأعود إليك بعد قليل، ولكن هنالك تعرف نافذة دائما على الأبعاد الاقتصادية والمالية لهذا الموضوع. قسم الاقتصاد سيكون معنا بعد قليل. طيب دكتور باسل، أتابع معك لكي يجهز قسم الاقتصاد. عقوبات غربية على مدار الساعة، يعني على جميع المستويات، من الطيران إلى الاقتصاد إلى البنوك حتى الرياضة حتى مواقع الإعلام، هل ستصمد روسيا أمام هذا السيل الجارف من العقوبات؟ من المبكر أيضا الحكم على تأثير هذه العقوبات. أي عقوبات اقتصادية مهما بلغ حجمها وسقفها تحتاج لفترة زمنية ليست قصيرة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا ما نظرنا لعقوبات سابقة على دول أخرى تأثرت لكن لم يكن بهذا الحجم الذي أدى لانهيار اقتصادات أو أدى إلى تغيير موقف سياسي أو الموقف الذي بسببه فرضت العقوبات. وكان أعتقد صباح اليوم تصريح لأحد نواب رئيس الحكومة الروسية بأنه يصعب التكهن بمدى تأثير العقوبات الغربية. أيضا من ناحية أخرى يعتمد هذا على مواقف الدول الصديقة أو الحليفة لروسيا. معروف أن روسيا سابقا كانت دوما تساعد الدول التي تتعرض لعقوبات غربية أو أمريكية. اليوم كيف سيكون موقف تلك الدول بالنسبة ل، لا أقول العقوبات، لأننا نحن اليوم أمام قد تكون سابقة محاولة لعزل روسيا. فأول مرة يفرض مثلا تفرض عقوبات على مصرف مركزي في بين الدول في مجموعة العشرين، لذلك جاري اليوم عزل روسيا. هذا في شق منه يعتمد على مواقف الدول الحليفة أو صديقة لروسيا. كذلك اليوم روسيا لم تستخدم بعد أوراقها فيما يخص الرد على كامل العقوبات. رأينا هناك ردود بالمثل على شق بسيط، فمعروف أن لدى روسيا أيضا الكثير من الأوراق إن كان فيما يتعلق بقطاع الطاقة، قطاعات أيضا أخرى. والواضح اليوم إذا ما يعني ذهبنا مع وجهة النظر الغربية بأنهم يعتبرون ما أقدمت عليه موسكو بالخطأ أو الخطيئة، فالرد الغربي هو يرد بخطأ مماثل، يعني على العكس لن تدفع هذه العقوبات أو سقفها المرتفع موسكو على التراجع. نجد إصرار أكثر وتمسك بالموقف، وربما السقف سيرتفع أكثر. وكما قلت هذا مرتبط بشقين، شق أوكرانيا ستظهر ملامحه بعد أن يجري تقطيع روابط المدن وتطويق العاصمة. الشق الآخر عندما تصل القوات الروسية إلى حدود المجر بولندا رومانيا، وقتها بالتأكيد سيضطر الجميع للجلوس على طاولة مفاوضات. نعم. أوكرانيا سيكون حيزها بسيط جدا، لأنه من البداية هذه الحرب أنا أطلقت عليها الحرب من أجل التفاوض، وعدم وصول الأطراف المعنية إلى صيغة متوازنة ترضي الجميع قبل بدء موسكو عملياتها العسكرية
دفعت إلى النتيجة التي نراها اليوم وتدفع ثمنها بالتأكيد هي أوكرانيا. طيب أستاذ دكتور باسل، سأسألك بعد قليل يعني بعد الوقفة الاقتصادية والجانب الاقتصادي لهذه العمليات العسكرية عن إذا فعلا بات العالم الآن منقسم إلى شرق وغرب، يعني الشرق تقوده يعني إلى حد ما روسيا مع الصين وبعض الدول الأخرى الإقليمية، والغرب معروف أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو، ولكن بعد هذه الإطلالة الاقتصادية على مجريات وانعكاسات الحرب في أوكرانيا اقتصاديا وماليا. الزميلة نادين هاني هي معي الآن. نادين تفضل. شكرا طالب، أهلا بكم مشاهدينا. في خطاب حال الاتحاد الذي سمعناه يوم أمس في الولايات المتحدة، سمعنا تأكيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحكومة الأمريكية تسعى جاهدة لعدم تأثر الاقتصاد الأمريكي بالعقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى خطة منسقة جديدة للإفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية. Action to make sure the pain of our sanctions is targeted at Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort, releasing 30 million barrels of our own strategic petroleum reserve. مشاهدينا، في ظل تشديد العقوبات على روسيا وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية منها لا سيما الشركات بقطاع النفط والغاز، عم نشوف ارتفاعات على أسعار النفط قوية جدا. اليوم وصلنا إلى مستويات هي الأعلى منذ العام 2013. مزيج برنت وصل إلى 113 دولارا وخام نايمكس إلى 111 دولارا، ولكن الآن نرى بعض التراجع. برنت يعود إلى مستويات تقل عن 111 وخام نايمكس بحدود 109، ولكن أيضا الهامش أصبح قريبا أو الفجوة بين الخامين تقلصت، هذا مع العلم بأنه النفط الروسي يتداول اليوم الأورال على خصم ب 18% عن أسعار الطاقة العالمية. وربما قد يكون السبب أنه بعد العقوبات لم تكن واضحة حتى الآن تأثيراتها على الدفعات ثمن الواردات النفطية وواردات الغاز إلى الدول من روسيا، وبالتالي هذا ما يؤدي ربما إلى هذا القلق اليوم وبعض التراجع الذي نراه على أسعار النفط الروسي. يعتزم صندوق الثروة السيادية الروسي شراء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسهم المحلية المتضررة من العقوبات الغربية، وبموجب الخطة ستعمد وزارة المالية إلى توظيف عدد من المؤسسات المالية الروسية لتنفيذ عمليات الشراء نيابة عن الصندوق. يشار إلى أن البورصة الروسية مغلقة حاليا وسط الخسائر القوية التي تكبدتها الأسواق العالمية وأسهم الشركات الروسية المتداولة خارج موسكو على الأسواق العالمية. خلينا نشوف اليوم الأسواق الأوروبية بدورها تسجل تراجعات. الكاك 40 على تراجع ب 14 نقطة، الداكس على تراجع ب 16 نقطة، تراجعات لليوم الثاني على التوالي. لا ننسى أنه أي انسحاب للشركات العالمية من روسيا سيكبدها خسائر، بدها تشطب جزء من قيم استثماراتها هناك، لا سيما وأنه اليوم السلطات الروسية تمنع، منذ يوم أمس منعت القيام ببيع أي أصول مملوكة لأجانب داخل روسيا، بالتالي وضعت هذه الكنترولز وهذا سيؤثر سلبا على قيم هذه الاستثمارات. هذه العملات الرئيسية، حيث نرى استمرار تراجع لليورو كسر 1.11، والباوند أيضا على تراجع إلى 1.33. لا ننسى أنه أيضا هناك توقعات الآن بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن كان بأوروبا أو بالولايات المتحدة. للمزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية معي كارينا، الآن تنضم إلينا زميلة كارينا كامل من لندن. كارينا صباح الخير. خلنا أولا نتحدث عن ردود فعل الأسواق اليوم على آخر دورة من العقوبات سمعناها على روسيا. ببساطة شديدة نادين، الأثر سلبي جدا، لأنه طبعا الكل يعرف أن العقوبات هي سلاح ذو حدين، وأنه الدول الغربية يعني أدركت أن هناك ثمن أيضا يجب أن تدفعه هي في اقتصاداتها وفي شركاتها المختلفة من خلال هذه العقوبات التي فرضتها. فمثلا إذا تحدثنا عن أنه هناك تخرج كبير لشركات تجارية من السوق الروسي، مثلا نأخذ شركات سيارات الألمانية اليوم، يعني هي من الأكثر تراجعا على مؤشر زاترا داكس. لماذا؟ سمعنا خلال الأيام القليلة الأخيرة انسحاب شركات مثل ديملر، مرسيدس، فولفو، جنرال موتورز، ميتسوبيشي، رينو، فورد، جاكور،
كلها إما علقت أعمالها من خلال بيع المنتجات أو تخرجت من شراكات مع شركات محلية أو علقت مصانعها هناك. ولكن هذه الأسهم مثلا مرسيدس من الأكثر تراجعا على السوق الألماني، رونو متراجع في السوق الفرنسي، فأكيد أنه هذا سيكبد هذه الشركات ضرر اقتصادي، ضرر مالي، تراجع في المبيعات وما إلى ذلك. فهناك تراجع بشكل عام على البورصات الأوروبية، ولكن الفوتسي ربما هو الوحيد المرتفع، لأن هناك اليوم مكاسب على شركات السلع وشركات النفطية بالدرجة الأكبر، وأنا أتحدث هنا عن مكاسب تتجاوز 4% لكل من سهم بي بي وأيضا شال. هذه الشركات بطبع أيضا تخرجت من السوق الروسي أو أعلنت أنها سوف تتخرج من السوق الروسي، ولكن هي اليوم تتفاعل على وقع الارتفاع الذي شهدناه الحاد في أسعار النفط. شركات السلع أيضا مثل ريو تينتو وغلانكور تستفيد، لأنه نحن نتحدث عن ارتفاع ليس فقط في أسعار النفط، ولكن المعادن المختلفة سواء كان التيتانيوم، النيكل، البلاتينم، الذهب بالطبع مع الاستثمار في الملاذات الآمنة، ولكن أيضا الأغذية، السلع الغذائية مثلا القمح، الذرة، كل هذه المنتجات أيضا مرتفعة. فهناك من يستفيد من ذلك وهناك من يتضرر من ذلك. كل هذا نادين أيضا طبعا يصب في مسألة التضخم، ونحن نعرف أن نحن ماضون نحو تضخم مرتفع جدا أصلا قبل هذه الأزمة. ولكن إذا تحدثنا عن هذه الارتفاعات القياسية في أسعار النفط أو غيرها من السلع، فأكيد هذا سيفاقم أزمة التضخم ويغير المعادلة بشكل كبير بالنسبة للبنوك المركزية العالمية. كارينا، بس لنتحدث بشكل سريع عن هذه النقطة، اليوم عم نشوف ارتفاع على السندات، في شراء للسندات المصنفة تصنيفا عاليا مثل السندات الألمانية، السندات الأمريكية، لأنه عندما يكون هناك خشية من الأسواق، أولا هذه تلعب دور الملاذات الآمنة، ثانيا مع تراجع توقعات رفع الفائدة بوتيرة سريعة، هذا عم بخلي عوائد هذه السندات تتراجع. كذلك رجعنا شفنا عائد سندات الألمانية بالسالب اليوم، ولكن يبدو أنه في بنكين، جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، متمسكين بتوقعاتهم لرفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. صحيح، يعني محاولات السوق الآن محاولة فهم الوضع، وأكيد هناك معسكر سيكون قائم على يعني توقعاته السابقة مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا. الرؤية بالنسبة لهما هي أن البنك المركزي في الولايات المتحدة سيرفع الفائدة 7 مرات، أو يعني بشكل أوضح هم يتوقعوا أن نسبة الفائدة في الولايات المتحدة ستصل إلى 2% مطلع السنة القادمة. نحن نعرف أنه الفائدة في الولايات المتحدة الآن تتداول في نطاق 0 أو 0.25%، يعني بالقرب من الصفر. فإذا تحدثنا أنها ستصل إلى 2% مطلع السنة القادمة، نحن نتحدث عن زيادة بتقريبا 200 نقطة أساس على مدار أقل من 12 شهر. فيعني من البديهي أن نفترض أنه هناك 7 اجتماعات أساسية للمركز هذه السنة، فمن الممكن أن نرى رفع كل اجتماع هذه السنة 7 مرات. المرة الأولى قد تكون بعد أسبوعين، هناك إجماع سواء كان في المعسكر المتشدد أو اللين إنه الفائدة سترتفع للمرة الأولى منذ أزمة الكورونا ب 25 نقطة أساس أمريكيا. كارينا، شكرا جزيلا لك. ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2009 وسط تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا للإمدادات الرئيسية للطاقة والمحاصيل والمعادن التي كانت أصلا شحيحة في الأسواق قبل الحرب بسبب جائحة كوفيد. وارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للسلع الذي يتتبع 23 عقدا آجلا للسلع، ارتفع بأكثر من 4% ليتضاعف مقارنة مع أدنى مستوياته في 4 سنوات كان سجلها في مارس 2020 خلال الأيام الأولى من الجائحة. في السعودية، أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد منتجات الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية أو مقابل مالي. ودعا الصندوق شركات القطاع الخاص للتقديم إلكترونيا للحصول على تمويل ابتداء من يوم الأحد الماضي. أيضا بخطوة مماثلة، قام الصندوق بتقديم تسهيلات لمزارعي القمح في المملكة. وللمزيد حول هذين البرنامجين معي من الرياض السيد بدر المالك، نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للائتمان. أهلا وسهلا بك معنا سيد المالك، ما الهدف من هذين البرنامجين وإلى أي مدى هما مرتبطين بما يحصل بروسيا وأوكرانيا والخشية حول سلاسل الإمداد لا سيما الغذائية وبالتالي سعي المملكة لتأمين الاحتياجات الغذائية؟ نعم، هلا وسهلا فيك وحيك وحي المشاهدين. طبعا الصندوق التنمية الزراعية أطلق عدد من البرامج لدعم الأمن الغذائي
وكذلك للمحافظة على استقرار وفرة هذه السلع في الأسواق المحلية وكذلك دعم الإنتاج المحلي. على سبيل المثال برنامج الاستيراد يهدف الاستيراد الشعير والذرة وفول الصويا من الخارج لبرنامج لمدة سنة كاملة وبدون أي مقابل مالي أو تكلفة إدارية. كذلك فيما يخص القمح ندعم المزارعين المحليين الحاصلين على التراخيص اللازمة وذلك من خلال إنتاج القمح محليا ويتم إعادة بيعه للمؤسسة العامة للحبوب والاستفادة من الإنتاج المحلي. بس ربما سؤالي سيد المالك، هل هذه البرامج كانت قائمة أم هي تأتي رد فعل على آخر التطورات التي نراها بأوكرانيا؟ لا، هذه احنا الصندوق يدعم هذه البرامج سابقا فيما يخص القمح مؤخرا ولكن ليس مرتبط بعمليه الاحداث التي حصلت في اوكرانيا. فالمنتج او البرنامج هذا اطبق تقريبا من قبل شهرين او ثلاث شهور. اما فيما يخص الاستيراد فالصندوق يدعم الاستيراد، عندنا برنامج استيراد السلع الغذائية المستهدفة لدى الأمن الغذائي وهي برامج مستمرة، ولكن الذي يختلف في هذا البرنامج أنه يتم الدعم بدون تكلفة إدارية أو مقابل مالي، وهذا الاختلاف الذي حصل مؤخرا بحكم الظروف السياسية الراهنة. كم يخفف الأعباء على المستوردين هذه الخطوة؟ بكل تأكيد القروض التي يمنحها الصندوق يمنح قروض سابقا أو يعني القروض المعتادة تمنح بمقابل مالي، تختلف حسب شريحة المستثمرين، حسب حجم القرض، حسب الذمة المالية، حسب عدة يأخذ في الاعتبار عدة معايير، ولكن تتراوح يعني حسب الفئات التي لدينا. كذلك هناك تمويل غير مباشر يتم بالشراكة مع البنوك التجارية من خلال تقديم ضمانات إلى البنوك، ويتم من خلال المستثمرين بفتح اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها من خلال البنوك، والأسعار كذلك تتراوح حسب الأسعار المتفق عليها لدى البنوك. ولكن في هذا البرنامج يقوم الصندوق بمنح هذه التسهيلات بدون مقابل لتحفيز المستثمرين والشركات وللمحافظة على المخزون الاستراتيجي لهذه السلع لدينا في المملكة، وكذلك المحافظة على أسعار هذه السلع ووفرتها في الأسواق المحلية. منذ إطلاق هذه البرامج إلى أي مدى لاحظتم إقبال عليها، وما من هو المستفيد، هل صغار المزارعين أم أيضا الشركات الكبرى؟ نعم، طبعا هذه البرامج المستفيد منها اللي هم فيما يخص القمح اللي هم صغار المزارعين، وكذلك الشركات التي تستطيع أن تقوم بعملية الزراعة التعاقدية. أما فيما يخص الاستيراد فهو الفئة المستهدفة هي الشركات الموردة لهذه السلع بالإضافة للشركات المستهلكة لهذه السلع. ما المبالغ المرصودة لهذين البرنامجين للتمويل؟ تم رصد مبلغ مليار ريال كمرحلة أولى، وفي حال تطلب الأمر زيادة ذلك بالإمكان الرفع بزيادة المبلغ. شكرا جزيلا على هذا اللقاء سيد بدر المالك، نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للائتمان، أهلا وسهلا بك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أنا أعود وألقاكم بفقرة لاحقة. عودة الآن إلى التطورات الميدانية وآخر التطورات السياسية معك طالب. شكرا لك نديم. قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إن ما تفعله روسيا في كييف يثبت أنهم يعتبرونها مدينة أجنبية. ما يفعلونه غير إنساني، لقد أثبتت هجمات الصواريخ أنه بالنسبة للكثيرين في روسيا تعتبر كييف مدينة أجنبية. إنهم لا يعلمون شيئا عن عاصمتنا وعن تاريخنا، لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا. طبعا وكالة تاس الآن تقول أن الوزير لافروف يشدد على عدم السماح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية. الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي قال أيضا إن دولا اعتمدت عليها روسيا لم تستطع أن تدعمها في الحرب وانضمت إلى الحلف الداعم لأوكرانيا. حتى تلك الدول التي اعتمدت عليها روسيا قبل أسبوع انضمت لتحالفنا المضاد للحرب، هذه نتيجة غير عادية،
لا يمكن لطرف أن يبقى محايدا الآن. أعود إلى من قطع من حديثي مع دكتور باسل جاسم البحث في العلاقات الروسية الأوروبية. دكتور باسل، هل فعلا بدأت تتظهر يعني أن المسألة مش مسألة أوكرانيا؟ أوكرانيا فقط كانت ذريعة أو حجة، ولكن المشهد الأبعد هو انقسام العالم الآن بين محورين، يعني في محور تقوده روسيا ومعه الصين ودول أخرى، ومحور تقوده الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية وحلف الناتو. هل الأمور على هذا النحو، وما الذي يعنيه ذلك؟ بالتأكيد ما تفضلت به صحيح، نحن نسير بهذا الاتجاه، لكن هذا أيضا مرتبط باستمرار الزخم الغربي والسقف العالي للعقوبات، وأيضا استخدامهم ربما أوراق أخرى. لكن بالمجمل لو ننظر لتشعبات هذه الأزمة المتعلق بالشق الأوكراني، يبدو أن روسيا عندما أعلنت بدء عملياتها العسكرية ستنفذ ما تريده عسكريا، وهذا اليوم يدفعنا للأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات. اليوم مع عودة ألمانيا للتسلح، يعني ستكون هناك توزع جديد لنفوذ القوى في أوروبا. أيضا مما لا شك فيه، بعد أيام ربما قليلة ستتوسع خارطة السيطرة العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، يعني نحن على أبواب طيب خارطة أمنية جديدة. دكتور باسل، يعني أنا آسف للمقاطعة، سننتقل إلى مؤتمر صحفي للمستشار الألماني وإلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى هناك مباشرة. היום אני גם שמח לבשר שהקנצלר ואני סיכמנו על יצירת שיתוף פעולה אסטרטגי חדש בין اتفقنا على تعاون جديد بين دولة اسرائيل وبين المانيا. في منظومة لقاءات ستتم مرتين في السنة نتدارس فيها القضايا السياسية والقضايا الأمنية. سيدي المستشار، أنت تصل إلى هنا في وقت حساس للغاية، بينما الوضع في أوكرانيا خطير، فملقى علينا يا زعماء أن نبذل كل ما بوسعنا لوقف الدماء والانتقال سريعا من معارك الحرب إلى غرف المفاوضات. الوقت ليس متأخرا بعد. نحن في إسرائيل نعرف الحروب، لأسفنا الكبير الوضع سيء. دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب في أوكرانيا. أرسلنا المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية، ونحن مستمرون بإرسال المساعدات. سيد المستشار، يخاف علينا أن لا تحصل إيران على السلاح النووي، وأن لا تصل إلى هذا السلاح. لا
لن نسمح بهذا أبدا. نتابع القضاء في فيينا وأن يتم التوصل هناك إلى اتفاق. هذه الإمكانية ليست مقبولة علينا. دولة إسرائيل ستبذل كل جهدها من أجل تأكيد أمنها. مسؤوليتنا هي أن لا نوافق على هذه الإمكانية. سيدي المستشار قلت لي أن الدول أنك شاركت تعلمنا أن كثرة الأحزاب ليس أمرا جيدا، إنه يعكس تشكيلة واسعة من الآراء والأفكار، ونحن في الديمقراطيات نتعلم كيف نعيش سويا مع كل هذه الأفكار. العالم يتغير وعلينا أن نعمل سويا من أجل التحديات. أهلا وسهلا بك في القدس في هذه الزيارة القصيرة. أنت طلبت أن تصل إلينا في أوج المحادثات، وأشكرك على هذا. سيد رؤوس الوزراء، بالطبع نحن في نقل وقع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مع المستشار الألماني أولاف شولز من القدس، والحديث يدور عن الأزمة الأوكرانية. كنا سمعنا إلى نفتالي بنت بالطبع ركز على موضوع عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. طلب المستشار الألماني بأن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بذلك.